السلام عليكم متابعي قناتي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى دائما انكم تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه بغيت نقول لكم سنه سعيده، باش ما تمنيتو ان شاء الله الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما هو زوين. الاول فيديو في هذه السنه الجديده ديال 2019 غادي يكون من منطقه ديال سباته، وبالضبط من القصريه ديال سباته، واحد القصريه اللي معروفه بزاف بزاف، وكيجيو لها بزاف ديال الناس، وواحد المنطقه اللي فيها الرواج وفيها مجموعه من السلع. اول حاجه غادي نوجه تحيه كبيره للناس ديال سباته، خصوصا يعني الناس اللي مقيمين خارج ارض الوطن. دائما مساكن كانوا كيقولوا لي عافاك صورتي بزاف المناطق، صورينا حتى سباته. فانا اليوم صورت لكم يعني الزنيقات، صورت لكم بعض الشوارع، غتشوفوا معايا كل شيء هادشي في الفيديو، ولكن ركزت لكم على موضوع ديال الضيافر، يعني باش ما يجيش واحد الفيديو اللي فيه ما نقولوش محتوى فارغ، ولكن يعني يكون فيه حجه وزياره، يعني نوريكم الازقه ديال سباته، ندوركم شويه في القيصرية، وفي نفس الوقت يعني تاخذوا شويه ديال الافاده، خصوصا الناس اللي مقبلين هكا على الزواج، بغاو يعرفوا يعني الاثمنه ديال الضيافر بشحال كيتكراو، الموديلات اللي خارجين. فغندير لكم واحد الدويره عند جوج ولا ثلاثه ديال المحلات، ناخذ لكم يعني بعض الاثمنه وبعض الموديلات. ثم البنات، هذا واحد المحل ديال الضيافر، كي داير الضيافر هنايا. انتما كي قلت لكم دوك الضيافر انتما على حسب الشكل، كاين هذا الشكل هذا تقليدي، شو اللوينات اللي فيه غزالين، هاد الكرونه كيمشي معهم الصندوق ديالهم. انتما كاين ثاني هاد الشكل، كاين هاد الشكل هذا خضر، عرفتي كاينين شكيلات زوينين بالصندوق ديالهم. كاين تاني هذا ديال الخميسة، مشكل كتيرة. هانتي كاين هاد الشكل هذا، هانتا قولي لو بخي الثمن كاين هاد الشكل. نشوف السيد يقول لي الثمن. الله لا يصلح عمل المفسدين، انما صنعوا كاين هذا الشكل هذا موديرن، لا موديرن شويه ما بين تقليدي وعصري. انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث لا وقد كنا الى ما. قولي دابا لي بخي هذا، دابا شحال كيجي فيه من واحد؟ أربعة كبار ديال الحوايج وثلاثة صغار ديال العمارة. أربعة كبار ديال الحوايج وثلاثة ديال العمارة، بشحال؟ شحال كيمشي؟ الصغار ديال العماره كيكون واحد فيه واحد ديال الحنه، واحد كيكون فيه الحليب، واحد كتكون فيه ديك ديال الورد والريحان، داير بها البواط تاعهم الحليب. شحال هادوك شي كيمشيو بثلاثة؟ كلشي والفاز ديالهم. والفاز الفاز اللي فيه الدراجة والصندوق ديال الذهب والذكر ديال النساء. عندو على حسب، بغيتي الفاز بحال ذاك العادي كيديرو 600 درهم. ديري الفاز اللي فيه الوردة كيديرو 900 درهم. كيفاش الفاز اللي فيه الوردة؟ هذا اللي فيه هذه ديال الوردة ديال الدراجة. اللي دغاجي هذا. شاتي قلت لي كيمشيو ثلاثه كبار اربعه كبار وثلاثه صغار، وثلاثه صغار بالعماره ديالهم. واحد فيه التمر معمر، واحد فيه ديك ديال فيه الحليب، واحد فيه ديك الورد والخزامه والريحان، داير بها البواطات فيهم الحنه. فوالا، بشحال الفاز ديالهم؟ الفاز هو هذا اللي قلتي لي، هذا اللي دغاجي، والصندوق ديال الخوتمات والديكور ديال المصحف. الديكور ديال المصحف بشحال كيمشيو هادو؟ كيتكراو؟ بغيتي في الفاز ديري داك العادي كيديرو 600 درهم بالكرا ديالهم بالعمارة. بالكرا بالعمارة. جيبي لي الحويجة تا ونصيبهم لك في التيار. انت تصاوب الحويجات وكل شيء. وبغيتي داك الفاز ديال الورد هذاك 900 درهم. 900 درهم، ها هو الفاز هو هذا. كاينة. المهم على حسب الشكيل ها. وكاين تاني هادو في الكرونة، هادو اللي وريتكم في الكرونة، كاين هاد الكرونة تاني، كاين هاد الشكل هذا. كاين هاد الشكل هذا. كاين هاد الشكل الابيض، كاين هاد الخضرين هاد الاخرين، هذا وكاين هاد الخضرين ها هما، وكاين الخضرين ديال الخميسه. فين هما الخضرين تاع الخميسه؟ انا صورت هاد صورتهم، وكاين هاد الخضرين راه هاكا. كتجي العماره الكبيره هادي ولا الصغيره؟ اه هذا بحال ما هكا، هذا موديلات. ايه غير باش نوريك هاكا. هادي الكبيره، هذا كبير، هادو الصغار ديالهم، هادو هما الصغار. كاين اللي كبر منهم، راه الكبار منهم هادو هما الصغار. انتما كيفاش شوف كيفاش كتجي دايره هكا، كتصاوب ليها نتايا؟ كتصاوب ليها بحال هكا العماره، العماره بداك الفواكه الجافه بدلي دغاجي. هذا غير الصغير هذا فوالا، هادي اللي فيها الحنه 50 درهم فوالا. ها انتوما
وهادو هما الكبار، هما اللي كيدير قلتي فيهم الحوايج وداك الشيء. فوالا كتجيبوا الحوايج وهو كيصاوب لكم هذاك الشيء عندو. هانتوما كاين شكيلات غزالين، هانتوما ديال هذا كاين هاد الشكيلات هادو، هذا هو الفاز اللي قال لي ها هو في الكرونه عاوتاني. هانتوما كاين كاين في الابيض، كاين في الخضر، المهم داكشي زوين. المهم الناس اللي بغاو راه غنخلي لكم النمره ديال التليفون ديالو. كاين هاد الشكل هذا ناقصه شويه، هادو تاهما كيمشيو. لا هادو ديال هادو كاين اللي كيكون غادي شي بلاصه بعيده. اه اه ديالهم كاين اللي كيديرهم في الخطبه. في الخطبه ولكن بالنسبه لهكا المهم انا وريتكم كل شيء. انتوما الشكل وهادو الثمن ديال هادو، وهادو الثمن ديالهم. هادو هادو فيهم خمسه كبار، خمسه كبار وثلاثه اه خمسه كبار وشحال صغار؟ لا ما فيهمش الصغار، فيهم غير الكبار. جوج فيهم العماره، واحد فيه التمر معمر وداير به الحليب، أه. واحد فيه ديك الورد والريحان بحال هذه وداير بها الحنه. اه وكتكون وثلاثه ديال الحوايج. اه والفاز ديالهم اللي فيه الدراجه راه على برا. اه كل شيء بشحال؟ اه الصندوق ديال الذهب كيديروا 1000 درهم. 1000 درهم بالعماره ديالك انت، وعاده ملي كيجيبوا الحويجات بالكراب كل دوله والكراب. الكراب كل شيء. وعلى 1000 درهم ثمن مناسب، جاني مناسب مزيان. هاكو تتعمق هاكو كيتصاوب انت دابا بحال انت مصاوبهم موديل مش مصاوب. اه بحال هاكو كاين داك ديال التمر كنديرو حنا الوسط ديال التمر معاهم. زوين هذا هو الشكل اللي كاين برا ياك، هذا هو الشكل اللي شفت برا. صافي باش ما نعاودش نصور. لا لا يعني ترانسيفتي تصاور مجموع كيفاش مصاوبين بالحوايج ديالهم. الشوشيه البيضين تاهما زوينين عجبهم. ولا انا كيف ما كتشوفوا معايا هذا محل بسيط، يعني كي قلت لكم كاين في القصريه ديال سباته. غنحاول نخلي لكم رقم الواتساب ديالو حيت عطاه ليا، نحاول نخلي لكم صندوق الوصف. هذا محل اخر حتى هو كاين في نفس القصريه، من القصريه راهي كبيره. انا غير قلت جيت وبان ليا هادشي ديال الطيافر قلت نصوره لكم. المهم عندهم داكشي زوين، وكل محل كيختلف على المحل الاخر، اما بلي موديل يعني كيكون عندهم يعني موديلات كيكونوا مثلا اخر ما كاين موديل ما اللي كتلقاي في هذا المحل ما كتلقايش في المحل الاخر. داكشي علاش اغلبيه المحلات اللي دزت من حداهم ماشي كلهم خلاوني نصور، حيت كيكونوا دي موديل اكسكلوزيف ما كيبغيوش يعني الموديلات ديالهم يكونوا يعني ضايعين. وحتى الاثمنه يعني بانت لي واحد الفرق في الاثمنه كيف ما غتشوفوا معايا، يعني كاين الموديلات اللي عاديه الاثمنه ديالهم مرخفه كيشتو معايا في الفيديو 600,000 درهم، وكاين اثمنه اللي هي غاليه بحال هذا المحل الثالث. هذا المحل اللي كتشوفوا معايا عنده داكشي زوين، عنده داكشي ما بين العادي المتوسط داكشي زوين وتاني هاي كلاس. انتما غتشوفوا معايا الاثمنه اللي في هذا المحل. هادو الخضرين هادو فيهم لي ستخاس قلتي لي بشحال كيخرجوا؟ خمسه 1200 درهم عامرين. اها بالحنه بالحليب بكل شيء 1100 درهم. وهادو قلتي لي ولا كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الاثمنه كيف ما كتشوفوا كتراوح كي قلت لكم هنايا ما بين الرخيص وما بين الغالي، يعني كل محل والموديلات اللي فيه. المهم قلت غندير لكم واحد الجوله هنا كيف ما كتشوفوا معايا. قصري كي قلت لكم كبيره. هادوك اللي كيديروا نيت هذاك الشيء ديال الطيافر وهذا كيديروا داك الشيء ديال اعياد الميلاد ديال الزياده، يعني جميع المناسبات، يعني كتبقى واحد البلاصه هنا بالنسبه لي انا واخا هكاك يعني فيها الاثمنه كتبقى مرخفه. ودائما حتى هما كيبحثوا على الجديد وكيجيبوا موديلات جديده. هنايا يعني شفت واحد السيد هنا كيبيع هاد السريولات هادو اللي كيتلبسوا بالنسبه للوليدات الصغار، كيتلبسوا تحت السراول كيسخنوهم، دايرين لهم كنظن 260، خديت جوج سريولات ب 260. المهم بقيت مجمع مع ديك السيده كتقول لي خدي اللي فيه السيوره ما تاخديش اللي هذا، خدي اللي مقبوط من التحت.
مهمة زوين كتلقاه ميزات زوينين. قلت لكم هذه نعاود نذكر قصريه ديال سباته، يعني كتعجبني هذه البلاصه فريمون، فيها كل شيء، فيها هذا البيجامات الصبابط، غتشوفوا معايا المالين الذهب. المهم هذه غير واحد الدوره كي كنقولوا حجه وزياره، نتعرفوا على الاثمنه داكشي ديال الضيافه والجديد اللي خرج فيه، وفي نفس الوقت يعني الناس اللي يعني اللي خارج ارض الوطن واللي كاينين يعني يعني الاغلب بزاف ديالهم يعني من سباته وتوحشوا هذه البلاصه، فهذه فرصه باش يشوفوها، يشوفوا هذه القصريه ديال سباته اللي في الوقيته ديال السبت والحد راه كتعمر وكتعمر لواحد الدرجه. ما نقولش لكم مازال هنا، راه جيت فواحد الوقيته اللي شويه مرخفه الدنيا، يعني بحال نقولوا جيت ما بين 12 و 2 فوالا. صافي هنايا ركبت في الطوموبيله وغادي نوريكم يعني غنوريكم يعني بحال غندور القصريه من اللور. هذا كنظن هاد الشارع هذا ما عرفتش شنو سميتو، شارع الشجر مشهور، شارع الشجر هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنعاود نوجه تحيه للناس ديال سباته والناس ديال سيدي عثمان والناس ديال درب السلطان، كلهم كنبغي نوجه لهم تحيه في هذا الفيديو هذا. واللي دزت من حدا كيقولوا لي بزاف الناس كدوزي من حدا دارنا، كدوزي اللي دزت من حدا دارهم ولا مثلا الحي ديالهم اولا، كنوجه لهم تحيه خاصه. المهم هذا كان فيديو خفيف ظريف فيه بعض المعلومات، خصوصا الناس اللي مهتمين مثلا عندهم دفوع، عندهم هكا داكشي ديال ضريب الصداق وهذا، وبغاو يعني يعرفوا الاثمنه والموديلات اللي خارجه. فحاولت نصور، قلت لكم ماشي كاع المحلات خلوني نصور، كاين المحل اللي خلاني نصور وكاين المحل اللي تيقول لك ما تصوريش ليا كلشي، كاين موديلات لي اكسكلوزيف عنده هو، يعني ما كيبغوش يعني بهذا المعنى الموديلات انهم يتشفروا ليهم. المهم حاولت غير نقربكم شويه يعني من هاد يعني من الموديلات ومن الاثمنه. كنتمنى متابعي قناتي ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناوش في القناه ديالي وبيان سور كتعجبهم القناه ديالي، تابوناو فيها وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم، لي لايك ديالكم، الاقتراحات ديالكم، وغنقول لكم سنه سعيده ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.